يا مساء الخير، يا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيضاءوا حلقه السادسه معانا النهارده. العنوان الرئيسي اكبر بكتير من مجرد بروفا، ده العنوان الحقيقه يليق بمباراه النهارده اللي هتجمع ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا، لقاء مؤجل من الجوله 27. مخطئ من يتصور انها مواجهه سهله، وخليني اقول لحضراتكم ايه الاسباب. واحد، الحقيقه طبعا احنا بنتكلم على اثنين يمكن يكونوا من افضل الاسماء في عالم التدريب، طبعا مستر مارسيل كولر في اول مواسمه مع النادي الاهلي بكل الارقام والطفرات اللي حصلت على سكواد النادي الاهلي السنه دي فرديا وجماعيا، لازم تصنفه كواحد من افضل مدربين في الدوري المصري. عشان لو قلت هو الافضل هكون متحيز في مواجهه كابتن حلمي طولان اللي تولى المسؤوليه في سيراميكا كليوباترا بعد رحيل طبعا معين الشعباني، اللي تولى مسؤوليه الترجي بعد خسارته من الاهلي وخروجه من دوري ابطال افريقيا. ازاي هتكون المواجهه بين كابتن حلمي طولان بين مستر مارسيل كولر؟ النقطه الثانيه هي موقف الفرقتين في الدوري. الاهلي عايز يقفل صفحه الدوري قبل ما يفتح صفحه دوري الابطال بفوز يطمنه، بفوز يريحه ويقربه اكتر بكتير من لقب البطوله ويبعده اكتر كمان عن منافسيه. الدوافع مختلفه تماما عند كليوباترا. خد بال حضرتك انك بتتكلم على فريق صحيح نتائجه في الفتره الاخيره مش احسن ما يكون، بتتكلم على فريق لعب في اخر 5 مباريات حقق تعادلين وثلاث خساره، فبالتالي موقفه متازم. 31 نقطه في المركز 12، بين قوسين كده خد بالك انه من المركز 12 في الدوري العام للمركز 15 في الدوري العام بيتساووا في رصيد 31 نقطه، وبالتالي خساره سيراميكا النهارده او حتى نتيجه التعادل مع الاهلي مش في صالحه على الاطلاق، وموقفه هيتازم بشكل كبير جدا ويخش في مرحله الصراع بشكل مؤكد، مرحله الصراع على الهبوط من مسابقه الدوري. وبالتالي عنده دوافع، عنده رغبه في اثبات ذاته، وكل لاعيبته عندها رغبه في انها على اقل تقدير ماتش النهارده تحافظ على فرصها في البقاء في الدوري الممتاز. مصادر الخطوره الحقيقه فيهم ارقامهم مش وحشه، يعني لما نيجي على المستوى الفردي سيبك من ارقام الفريق على المستوى الجماعي او ارقامه في ماتشاته، لكن الحقيقه عندهم لعيبه فعاله ومؤثره وتقدر تقول خطيره على المرمى. الحقيقه يمكن احمد ياسر ريان يمكن هو اخطر خطير في سيراميكا كليوباترا، اتكلم على لاعب هو هداف الفريق مسجل 7 اهداف. محمد ابراهيم الحقيقه واحد من العناصر القلب النابض لسيراميكا كليوباترا، ازاي هيوقفوا الاهلي النهارده وازاي يمنعوا من انه يكون واحد من اهم مصادر الخطوره في سيراميكا كليوباترا. بتتكلم على لاعب صنع في الموسم الحالي 54 فرصه مؤكده، وبالتالي بتتكلم على رقم كبير جدا مقارنه بعدد الماتشات. لاعب قادر يصنع في كل مباراه من فرصتين لفرصتين ونص فرص مؤكده، لا بالتاكيد مؤثر ولاعب خطير جدا.